خدي بقى ده تقرير المج بتاعي. اقرا ايه يا منى طله؟ ده انت اللي حست البن كله. عندك حبه في القعر ماشي نفسك بيهم. ده صحرا. ما هي صحرا من زمان يا ده ايه الجديد؟ في كلب بلدي بيجري وراكي. قصير وعنده شعرية حمراء؟ الله، ده كأن انت اللي بتقري الفنجان. عارفة أمه، بس قولي لي أبعد ولا أقرب يا دادا؟ يا ستي الحتة دي ملحوسة. ده أنا اللي منحوسة. أنا قلبة المعسكر من الصبح على المحبوب ومش لاقياه. إزاي؟ ده الصبح قال لي إن هو رايح البحيرة ياخد تان، وحتى قال لي تعالي معايا، بس أنا حسيت إن البحيرة مش هتسعنا. ما تقلقوش، زمانه راجع. الدنيا ضلمت. ما شفتيهوش من الصبح يا دادا؟ بصراحه لا. لا ازاي يا دادا؟ اسكان عدى عليكي وخد الكارته بتاعتك، وكمان خد السندوتشات اللي انت عاملاها له. ايوه صح، انا النهارده عملت له سندوتشات بيض بالبسطرمه وخد الكارته. ده زمان الفرسه فرهدت. معقوله يعني يا دادا خرج من الصبح ولسه ما جاش وانت قاعده ساكته كده؟ يمكن يكون رجع وبياخد الشاور بتاعه. شفتيه في بيته؟ انا عملت كده، وقفت تحت شباك اوضته وفكرت ان انا احذفه بالطوب، بس بيته من ازاز ما يتحدفش بالطوب. عندك حق، كلام يحترم. بقول لك يا قائده تعالي نعس عليه. يلا يلا يا عساسين، يلا يا عساسين. يا ابني كفايه بشرب ام البصله، الواد نايم قتيل. انا هتجدد، مش عايز افوق خالص. اخترع له ايه تاني؟ وانت اخترعت له اولاني بروح امك، دي بصله. ارمي يا ابني القرف ده، الناس كلها بتشن وبتعيط. لا يكون مات، دي تبقى مصيبه. لا يا ابني يا شبح، ورا الكباب جي. انا عامل له رسم قلب على فكره، ده زي الفل. فين ده؟ اهو. ايه ده؟ وفين سامح واميره والسهم يا تافه؟ ابهرك. طب يوم خد يا اسطى. انت بتعمل ايه كده؟ بقيس له الضغط. اكتب عندك 35 على 40. بقول لك خليها 45 عشان يبقى مرتاح. ما تعمل له هنا اوبليتات يا تافه يا تافه. بتعمل ايه؟ فوقه وانجز. انت لسه هتسأله؟ هات بيض بسطرمه يا دادا والنبي. اتنين بيض بسطرمه. اتنين دي حبيبتي. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا دادا حبيبتي، تسلم ايدك.